السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النهارده هو درس خامس من دورة فوتوشوب الخاصة بالمستويات، هو ازاي تقدر تركب الوجه او الجسم على بدلة. هنفتح من فوتوشوب، ده الشخص ودي البدلة. طبعا البدل دي مفرغة، بتبقى جاهزة من على هتلاقيها على مواقع او منتديات كتيرة. مجرد انك تكتب مثلا بدل بي اس دي او بدل مفرغة هتلاقي انواع كتيرة من البدل. تمام، هنجيب الصورة دي كده وهنرميها مثلا على الباك جراوند دي كده. تمام، هنخلي البدلة هي اللي فوق، هنبدأ نعمل كنترول تي ونصغر الوجه. تمام، الوجه مشكلتنا كلها بتبقى في حكاية البدل دي، انك تخلي الاطراف متناسقة مع اطراف الوجه. دلوقتي الصورة زي ما انت شايف واخدة اتجاه عكس البدل، هعمل كنترول تي وهعمل فليب سوري فليب هوريزنتال بالشكل ده، وابدأ اظبط كده، يفضل عندي الجزء ده خلاص. اعمل انتر، هعمل كنترول تي على البدلة. تمام، قبل ما اعمل كنترول تي هنزل الصورة تحت شوية بالشكل ده كده، هعمل كنترول تي على البدلة، وانا ضغط على ايدي على الكنترول ابدأ اسحب واشد لتحت كده. تمام، واجي من هنا اظبط برضو. بعد كده هزوم على الجزء ده وأداة الإرز تول وأبدأ أشيله خالص كده. حدود البدلة ظاهرة برضو إنها تركي، هنيجي على الحدود هنا كده نزوم، هنلاقي الحد ده مش مظبوط. هنيجي على الوجه نعمل كنترول تي، نبدأ بالظبط كده. هنلاحظ ان البدلة تركبت على الوجه مباشرة. ممكن انزل الصورة تحت شوية زي ما انا عايز، عشان ادمج اللير دي مع بعضها هعمل كنترول شيفت اي، هعمل كنترول اس او فايل سيف از جي بي جي سيف. اوكي، نروح نشوفها كده، ادي البدلة اتركبت. درس سهل وبسيط جدا. قبل ما انهي الدرس في حاجات لازم تاخد بالك منها. وانا بزوم هنا بيبقى في خيال، هنا بيبقى خطأ من القبل. اول اعمل كنترول زد ارجع كل حاجة زي الاول. عندي هنا مشكلة، هاجي اداة ارس تول وبمعلم على البدلة، هبدأ أقص الجزء ده كده. قبل لازم تقصه بطريقة صحيحة، وأعمل كنترول تي أختار وجه وأبدأ أظبط هنا بالشكل ده. بعد كده هاجي أداة البين تول وأضغط على البدلة، وأجي من هنا كده وأعمل كنترول انتر وأعمل ديليت وأضغط الجزئية دي، كنترول انتر ديليت. نلاقي برضو الجانب التاني هنا، برضو بعد البنتول كنترول انتر ديليت بالشكل ده. كده تكون البدلة اتركبت، وتكون درسنا سهل وبسيط.
مش محتاج اي مشاكل. عندك صور صعبة، عندك اي تعليقات على الدروس اللي فاتت تبعت الصور على صفحتنا، الرابط بتاعها موجود تحت في الانفو بتاع الفيديو. كده كنت سنتين النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.